كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه الشهر الكريم معاكم النهارده الدكتوره هنادي شيحه مدرسه التغذيه العلاجيه بالمعهد القومي للتغذيه. هكلمكم النهارده عن احسن حاجه ممكن اخدها وقت الفطار وايه البديل ليها وايه البدائل الضاره ان انا ما ينفعش اكلها. امبارح قدام وجبه غذائيه شبه كامله لان هو فيه بروتين وفيه دهون وامبارح فيه الياف وفيه سكريات وبالتالي انا اخدت وجبه شبه كامله. ده في بدايه عمليه الفطار او مقدمه الفطار. طيب البديل عن امبارح بتمام ممكن نكمل نقول مثلا حاجه ثانيه زي العصاير. احنا بنلاحظ ان دايما في رمضان بنلاقي عصاير كتير قوي جوه البيت او بره البيت. في عصاير منتشره في ازايز ممكن احنا بنبقى مركز من عصير بنجيبه بنخففه بنعمل عصاير منه بنجاهات كتيره قوي مش شرط امر الدين بس. العصاير دي غير مستحبه. يفضل ان احنا ناخد فاكهه او خشاف، يفضل ان احنا ناخد البلح مع اللبن، يفضل ان احنا ناخد عصير فاكهه طبيعي بديل لده يكون معمول في البيت وقليل في السكر. الفايده اللي انا باخدها من سكر الفاكهه الطبيعي مش من السكر المضاف او السكر بنسميه رفيع شوجر، يعني سكر مكرر، فده بيكون اكثر ضرر لان انا في حاله جوع وتضور من نقص الجلوكوز في الدم. لما انا باخد سكر نقي او السكر المكرر ده فانا بضر خلايا البنكرياس بجهدها وخلايا تنتج انسولين كتير قوي، فبالتالي دي عمليه اجهاد البنكرياس بعد فتره صيانه. طيب احنا كده اتكلمنا عن احسن حاجه ممكن اخدها وقت الفطار وايه البديل ليها وايه البدائل الضاره ان انا ما ينفعش اكلها. لو هنتكلم كمان عن البدائل الضاره دي اكتر هنقول ان احنا لو اعتمدنا على المشروبات المنتجه بره البيت، المشروبات دي معظمها بيكون فيه مواد منكهه، بيكون فيه محليات صناعيه عشان هو يقدر يبيع اكتر ويقدر يفهمك ان في فرق بين المنتج الطبيعي والمنتج الصناعي يخليك عندك اقبال اكتر عليها. هنلاحظ كمان الاطفال الصغيرين مقبلين قوي على العصاير دي، ممكن ياخد كوبايتين من ده مقابل العصير الطبيعي، وبالذات التمر الهندي. لو اتكلمنا عن التمر الهندي المواد اللي فيه المصنعه كتيره جدا، يمكن دلوقتي نعمل ابحاث كتيره عن الموضوع ده والرأي ان شاء الله هنمنع من التكوين وبعد كده في السوق المصري. طيب احنا كده اتكلمنا كتير عن المشروب اللي احنا هناخده في الاول، هنبدا نتكلم عن وجبه الفطار. امتى ابدا اتناول وجبه الفطار بتاعتي؟ يفضل ان انا اخد المشروب بتاعي وبعدين اقوم اصلي المغرب، وبعد كده هيكون فات 10 دقايق وربع ساعه حتى ان انا اجهز المعده لعمليه الفطار. هيبدا يتكون حمض المعده كويس جدا عشان عمليه الفطار. عمليه الفطار نفسها او وجبه الفطار بتاعتي يفضل ان انا اخد طبق شوربه في الاول، زي ما بنكتب الناس دايما في الدايت بنقول ان احنا النظام الغذائي بتاعنا بناخد طبق شوربه صغير زي فنجان الشاي بالظبط، يكون عباره عن شوربه عدس او شوربه خضار او شوربه لسان عصفور، ويكون تلتها بس لسان عصفور وبقيتها شوربه، ما تكونش دسمه عشان ما تبقاش صعبه قوي في الهضم. بعد كده هنلاقي عندنا الطبق الرئيسي اللي هو طبق الخضار والرز، هنلاقي قطعه لحمه او فراخ او سمك. بالمناسبه المائده الرمضانيه عندنا مش بالضروري ان اكل لحمه او بروتين حيواني، احنا ممكن نجمع بين البروتين الحيواني والبروتين النباتي ان انا انوع في مدار الاسبوع بتاعي. 7 ايام هاخد 3 ايام لحوم حيوانيه، وبقيه ايام الاسبوع اللي هو ال4 ايام ممكن ناخد لحوم نباتيه اللي هي الفول العدس الفاصوليا اللوبيا، ممكن ناخد فيهم مثلا بروتين مسلوقين او مقليين مع الجبنه، يبقى عملنا تنوع غذائي. مش هننسى طبعا ان احنا ناخد طبق الخضار بتاعنا السلطه خضراء خاصه اذا ما كانش فيه طبق خضار مطهي مع الاكل بتاعنا. اخر حاجه هنضيفها ان احنا لازم نحط كميه دهون بسيطه على الاكل بتاعنا، ما نحطش دهون كتير، ما نستعملش الاطعمه المحمره او المقليه. في اصناف مستحدثه النهارده زي السمبوسك وغيرها ظهرت في المطابخ الثانيه المجاوره في الشرق الاوسط، ما ينفعش ان احنا نجيب حاجات تكون حضرنا اكتر، نحاول ناخد اصناف صحيه من المجتمع العربي. كل سنه وانتم طيبين.